بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة تصحيح الامتحانات الوطنية لمادة علوم حياة الأرض، طبيعة الحال المستوى الثانية بكالوريا، سواء المسلكين بجوج، مسلك علوم فيزيائية خيار فرنسية ومسلك علوم حياة الأرض خيار فرنسي. إذا حنا كنصححوا الامتحانات بجوج ديال سيونس فيزيك أو اس في تي بيوف ولا اوبسيون فرونسي، مسلك دولي. ألوغ اليوم حنا خدامين في امتحان ديال سنة 2017 للدورة العادية اللي ديال المسلك علوم الحياة والأرض خيار فرنسية، ولكن هذا الامتحان هذا التمرين هذا يقدروا يستافدوا منه حتى الناس ولا حتى التلاميذ ديال الثانية بكالوريا مسلك علوم فيزيائية خيار فرنسية، راه تيقراو بحال بحال في هذه الوحدة هذه. دونك هذا التمرين هذا عليه 6 نقاط، نبداو على بركة الله. Alors, bismillah, nous allons lancer de la tmrina. D'accord, la mycoviscidose est une maladie génétique caractérisée par la production de mucus visqueux par les cellules épithéliales, surtout au niveau pulmonaire et digestif. Nous avons un malade qui s'appelle la mycoviscidose, qui est un malade qui est wiraati. دونك يعني فاش كنقول وراثي يعني غينتقل ليا من الابوين للابناء ديالهم ومن الابناء للابناء ديالهم. دونك يقدر كاين عنده هذه القابليه ديال الانتقال، هذه اللي كنقصد بها مرض وراثي. هذا المرض كيتميز ليا بالافراز ديال المخاط. المخاط هو ديك الخنونه فيسكو يعني خاتره، ديك الخنونه ثقيله، خنونه ثقيله باغ لي سيلول ايبيتيريال سيرتو نيفو. قلنا هذه الخنونه اللي كيتم الافراز ديالها على المستوى الرئوي وعلى مستوى الجهاز الهضمي. دونك هاد الخنونه هادي كنعرفو كتخرج لينا في الجهاز الهضمي ديالنا، وكتخرج لينا كذلك في الجهاز الهضمي والجهاز الرئوي في الرئتين ديالنا وفي الجهاز التنفسي ديالنا. ولكن هاد الخنونه نورمالمون الانسان راه كتكون فيه هاد الميكوس المخاط باللغه العربيه، الخنونه بالدارجه ديالنا راه كتكون خفيفه، ولكن هذا المرض هذا كيتميز بواحد الخنونه اللي ثقيله، هذيك الخنونه خاتره ناشفه بحال نقولوا ناشفه مفون. قالوا لنا سيدي من بعد افان دو ديتيرميني لوريجين جينيتيك دو سيت مالادي اون بريزونت لي دوني سويفونت. قالوا لنا من اجل تحديد الاصل الوراثي ديال هذا المرض هذا كنقترحوا عليكم المعطيات التاليه. وعطاونا اول معطى En 1989, des chercheurs ont établi la relation entre les symptômes de la mycoviscidose et une protéine membranaire CFTR. قالونا في سنة 1989 واحد العلماء لقاو بلي كاين واحد العلاقة بين الأعراض ديال هذا المرض هذا الوراثي اللي كنقراو اللي هو لا ميكوفيزيدوس وواحد البروتين اللي كيتواجد في الغشاء السيتوبلازمي اللي كيتسمى لا CFTR، بروتين اللي كتسمى CFTR. Cette protéine permet la sortie des ions CL- nécessaires à la production d'un mucus fluide. هاد البروتين هي كتمكننا من خروج ديال الايونات سي ال موان، وبالتالي فاش كيخرجوا لي هذوك الايونات سي ال موان كيتم الانتاج ديال واحد المخاط اللي سائل، يعني كيكون ساهل التخلص منه، مخنونه عاديه سائله فلويد سائله. الاخرى قلنا كتكون فيسكو ميكوس الفوق، قلنا ميكوس فيسكو يعني كيكون خنونه اللي خاتره مفهوم ثقيله. ها سمحوا لنا على هذه المصطلحات ديال الخنونه، والسلام عليكم، ماشي اللي عطاونا في التمرين. Le document 1 présente la relation entre l'état de cette protéine et le degré de fluidité de mucus chez un sujet sain et un autre atteint de mycoviscidose. قالونا الوثيقة واحد هذه اللي علي من توضح ولا تبين العلاقة بين الحالة ديال هذيك البروتين اللي هي السي اف تي ار والدرجة ديال السيولة ديال هذيك الخنونة ديال الميكوس ديال المخاط عند شخصين، شخص سليم وشخص مصاب بهذا المرض هذا اللي قلنا اللي هو لا ميكوفيزيدوس. دونك السؤال الاول اللي عطاونا اون اكسبلواتون لي دوني دو دوكيمون 1 باستغلال المعطيات ديال الوثيقه واحد مونتري لوريجين دي سامبتوم دو لا مالادي بوي ديدويزي لا غولاسيون بروتيين كاركتير. دونك باعتماد ديك المعطيات ديال الوثيقه واحد بين الاصل ديال هاد الاعراض ديال هاد المرض هذا اللي هو لا ميكوفيزيدوس، من بعد منا استنتج لنا العلاقة بروتين صفة، العلاقة بروتين صفة. ألوغ إلا بغينا نجاوبو على هاد السؤال هذا، دونك قالولنا بالاعتماد كاع على الوثيقة واحد، الوثيقة واحد هي هادي، وهذا واحد الصورة بحالها ويني غير بالألوان، لأنه هاد الامتحان هذا ما لقيتوش باين واضح مزيان كما كتشوفوا، راه الامتحان المعطيات ديال التمرين غير عاود كتبتهم وعاد كنوريهم لكم، لأن هاد الامتحان هذا ما لقيتوش باين مزيان، ما عنديش كلير، ما لقيتوش سو فورم بي دي اف، لقيت غير شي واحد اللي مسكانيه وحاطه مفهوم. دونك الوثيقه واحد هي هادي، عطاونا فيها
جوج ديال الخلايا اللي كينتميو لهذوك الخلايا ديال اللي كيفرزوا لي هاد المخاطر هادو، دونك سيلول ايبيتيليال دان سوجي سان، سيلول ايبيتيليال دان سوجي مالاد. دونك هذا خلايا ديال واحد الشخص اللي سليم، وهذا واحد الخلايا ديال الشخص اللي مريض، خليه ديال الشخص اللي مريض. الوغ عندنا هنا النوايو، دونك داروا لنا سام هنا نوايو، وخارج منه واحد السام واحد اخر اللي فيه بروتيين سي اف تي ار نورمال، لان كنعرفوا بلي على مستوى النواه شنو كاين. كاين لينا لا دي ان، لا دي ان تتم لا ترانسكريبسيون ديالو، لا ار ان ميساجي، هذاك لا ار ان ميساجي من بعد كتم لا تراديكسيون ديالو، كيعطيني واحد البروتيين، وكيعطيني واحد المتتاليه ديال الاحماض الامينيه. هذوك الاحماض الامينيه فاش كنجمعهم كيعطوني بروتيين مفو. هاد البروتيين هادي شوف فين كنشوفو، هي هادي بروتيين، ها هي السي اف تي ار نورمال، شتيها نفسها. هاد السي اف تي ار فين كتمشي؟ كتمشي كتلصق ليا في الغشاء السيتوبلازمي في لا مومبران. دايوغ راه عطاو لينا هما في لينونسي ديال ليكزارسيس، قالوا لينا بلي هاد البروتيين هادي راه سي اون بروتيين مومبرانيغ، يعني اللي كتمشي تلصق ليا في الغشاء السيتوبلازمي. هذا هو الغشاء السيتوبلازمي ديال هاد الخلايا، دونك كتمشي تلصق فيهم. فاش كتلصق هاد البروتيين سي اف تي ار كتمشي كتلصق لينا في لا مومبران سيتوبلازميك، في الغشاء السيتوبلازمي، شنو كيطرى؟ كيطرى بلي هاد السي ال مو الكلور شنو تيدير؟ تيخرج. فاش تيخرج تيتشكل ليا واحد الميكوس اللي في الويد، واحد المخاط اللي سائل، وبالتالي كيسهل التخلص منه، كيسيكول، كيسهل التخلص منه، مفهوم؟ كيكون سهل التخلص بالنسبه لهذاك اللي كيكون في لي بومون. ان فوا الانسان تينفر تيخرج ليا هذاك المخاط، هذاك الخنونه اللي كتكون موجوده. اما بالنسبه للشخص اللي مصاب بالمرض، سوجي اتان ولا سوجي مالاد، الشخص اللي مصاب بالمرض، دونك هو هذا عنده، دونك قلنا هنا نواه نوايو، هنا بالنسبه للشخص اللي مريض ها هي النوايو. دونك قلنا فيها لا دي ان كتم لا ترانسكريبسيون ديالو، عاد من بعد كتم لا تراديكسيون ديالو الترجمه. فاش كتم الترجمه كتعطيني البروتيين سي اف تي ار، هنا عطاونا اون بروتيين كي اي انورمال، واحد البروتين اللي غير طبيعي، ماشي بحالو بحال هذا اللي طبيعي. دونك هاد البروتين سي اف تي ار انورمال شنو كيطرى؟ شو الشكل ديالها كي داير؟ ماشي بحال هادي الشكل ديالها، دونك الشكل ديالها مختلف، وبالتالي هاد البروتين سي اف تي ار انورمال ما كتمشيش تلصق ليا في الغشاء السيتوبلازمي. وبما انها ما كتلصقش ليا في الغشاء السيتوبلازمي شنو كيطرى؟ تيطرى بلي هاد السي ال موان تيبقى محصور عندي هنايا لداخل ديال الخلايا، ما تيخرجش ليا هاد السي ال موان لبرا ديال تيخرجش ليا لهاد الميكوس هذا. بالتالي ملي ما تيخرجش ليا لهاد الميكوس كي كيولي عندي هاد الميكوس، ميكوس فيسكو اللي هو تقيل شويه، خنونه اللي تقيله خاطره، مفهوم؟ وبالتالي هاد الخنونه اللي خاطره كتكون ديفيسيل ايفاكوي، هاي ميكوس فيسكو ديفيسيل ايفاكوي، كيصعب التخلص من هاد الخنونه الخاطره، ماشي بحال هادي كتكون سائله، بالتالي كتكون في الويد سائله، يعني سهل التخلص منها دغيا كتمشي. بينما هادي خاطره ثقيله، خنونه ثقيله ناشفه، مفهوم؟ لان هاد السي ال موان ما خرجش كما كتشوف. وهذا هو الجواب ديالنا. انا نعطي لكم بالفرنسي، ولكن بقى لنا الشق الثاني اللي هو كيفاش قالونا ديدويزي لا غولاسيون بروتيين كاركتير، خصنا لينا العلاقه بروتيين صفه. الوغ هنا فاش كتكون عندي بروتيين سي اف تي ار نورمال كيعطيني واحد الفينوتيب لي نورمال. الا كانت عندي هاد البروتين هذا اللي طبيعي، بروتين عادي، كيعطيني واحد الشخص عادي اللي سليم، فينوتيب نورمال سان. بينما الا كانت عندي هاد البروتين هادي انورمال كيكون عندي سوجي مالاد، ولا كيكون عندي واحد الفينوتيب اللي مالاد، واحد الفينوتيب انورمال غير طبيعي، يعني كيكون عندي شخص مريض بسيطه ما كاين حتى شي حاجه. دونك نعاودو، دونك عندنا هاد البروتين هادي عند الشخص اللي مريض بروتين انورمال، سيت بروتين نو سانتيغ با او نيفو مومبرانير، ما كتمشيش تلصق لينا على مستوى ديال الغشاء السيتوبلازمي، سو كي بلوك لا سورتي دو سي ال موان ديال لي زيون سي ال موان. هاد لي زيون سي ال موان ما تيقدروش انهم يخرجوا، وبالتالي كيتسلوكاو ليا هنا، وبالتالي تنقولوا لا فورماسيون دان ميكوس فيسكو، التشكل ديال واحد المخاط اللي ثقيل اللي خاطر، ديفيسيل ايفاكوي يعني صعب التخلص منه لانه كيكون ناشف، بالتالي تيحبس ليا هاد الخنونه هادي، تتبقى محبوسه ليا تما، وبالتالي الشخص كيكون كيلقى واحد الصعوبات في التنفس. دونك نعطيكم الجواب باللغه الفرنسيه، نتمنى انه تكونوا فهمتوا.
دونك جواب باللغة الفرنسية قلنا هو هذا بروتين سيف تاغ انورمال. بالتالي إذا كانت عندنا ديك البروتين سيف تاغ انورمال شنو كيوقع؟ ما كتانتيغراش ليا، ما تتلصقش ليا في الغشاء السيتوبلازمي، دونك نو سانتيغ با دون لا مومبران دي سيلول ايبيتيليال، ما تتمشيش تلصق ليا في الغشاء ديال الخلايا. با دو سورتي دو سي ان موان، عدم خروج ديال الايونات سي ان موان، سو كي فا اندوي ا لاكوميلاسيون دو ميكوس فيسكو ديفيسيل ا ايفاكيي. بالتالي قلنا التراكم ديال هذاك المخاط اللي كيكون ثقيل اللي كيصعب التخلص منه، وبالتالي اباريسيون دي سامبتوم دو لا مالادي، يعني ظهور هذوك الاعراض ديال المرض اللي قلنا هو صعوبه في التنفس. بالنسبه للشق الثاني واللي هو ديدكسيون دي لا ريلاسيون اونتر بروتين كاركتير، العلاقه بروتين صفه، دونك قلنا بروتين سيف تاغ نورمال كيعطيني سوجي فينوتيب نورمال، كانت عندي ديك البروتين طبيعي كيكون عندي الشخص طبيعي سليم، كانت عندي بروتين سيف تاغ انورمال كيكون عندي سوجي مصاب بهاد المرض ديال لا ميكوفيزيدوز. دونك تو شونجمون دو لا بروتين كوندوي ان شونجمون نيفو دو فينوتيب دو كاركتير، كل تغير على مستوى البروتين كيكون كيوافقو تغير على مستوى المظهر الخارجي ديال الصفه المدروسه. الوغ من بعد منا عطاونا واحد المعطيات، قالوا لنا لا سانتيز دو لا بروتين سي اف تي ار اي كونترولي بار ان جين كي بورت لو ميم نو. قالوا لنا الصناعه ديال هذا البروتين هذا اللي سميتو سي اف تي ار كيتم التحكم فيها بواحد المورثه اللي عندها نفس السميه، دونك مورثه اللي سميتها سي اف تي ار، مورثه سي اف تي ار كتعطيني بروتين سميتو سي اف تي ار. لو دوكيمون 2 بريزونت دو فراغمون دو لاليل سي اف تي ار برين ترانسكري. قالوا لنا الوثيقه جوج كتوضح لنا جوج ديال القطع ديال الحليلات ديال ديال المورثه سي اف تي ار برين ترانسكري، يعني لا دي ان ولا الجزء اللي غادي يتم النسخ ديالو باش يعطيني لا ار ان ميساجي او باش يعطيني السيكونس ديال الاحماض الامينيه. دونك هذيك برين ترانسكري راه كتهمنا لهنا، ودي فوا كيعطيك في التمرين برين نون ترانسكري. دونك انا من بعد لان شي ان سوجي سان et l'autre chez un sujet atteint de la mucoviscidose. Donc, on a atteint comme le halil مسؤول على هاد البروتين ولا هاد هاد البروتين هادي سي اف تي ار عند جوج ديال الناس، شخص سليم وشخص مصاب بهاد المرض اللي هو لا ميكوفيزيدوز. لو دوكيومون 3 بريزونت ان اكستري دو تابلو دو كود جينيتيك، والوثيقه 3 كتعطينا واحد الطرف من المقطع من هذاك الجدول اللي فيه دوك لي كود جينيتيك. سؤال اللي عطاونا ان فو بازون سور لي دون سور لي دوكيومون 2 اي 3 دوني لي سيكونس دو لا ار ان ميساجي اي لي اسيد امينيه كوريسبوندون ا شاكان دي فراغمون دو لاليل سي اف تي ار شي لو سوجي سان اي شي لو سوجي مالاد بوي اكسبليكي لوريجين جينيتيك دو لا ميكوفيزيدوز. كنا باعتماد ديك المعطيات جوج وثلاثه عطينا المتتاليه ديال لا ار ان ميساجي وديال المتتاليه ديال الاحماض الامينيه الموافقه لكل مقطع، يعني هذا عند الشخص السليم وعند الشخص المصاب. بعد من نفس سر لنا الاصل الوراثي ديال هاد لا ميكوفيزيدوز، منين جاتني هاد لا ميكوفيزيدوز، فسر لنا شنو وقع. دونك هنا عطاونا لو دوكيومون 2 لو دوكيومون 3، دونك غنشوفو شنو عطاونا في لو دوكيومون 2. دونك هنا عطاونا لي دو فراغمون ديال لاليل، لاليل ديال سي اف ديال هذيك البروتين ولا ديال المورثه سي اف تي ار عند الشخص السليم، وهنا لاليل ديال هذيك المورثه اللي قلنا كتعطيني البروتين سي اف تي ار عند الشخص اللي مصاب بالمرض ديال لا ميكوفيزيدوز. هنا فوق عطاونا النيميرو دي تريبلي، يعني الرقم ديال هذوك الثلاثيات ديال النكليوتيدات. دونك هنا عطاوني تي تي ا تي اش جي تي اش جي ا ا ا سي ا ا سي ا ا ا جي جي، نفس الشيء عطاوني هنا تي تي ا تي اش جي تي اش جي. كنلاحظ اللي هنا ما عنديش هاد تريبلي ا ا ا ما كايناش عندي هنا، وعندي سي سي ا اللي هي هادي سي سي ا ها هي، دونك سي سي ا سي سي ا سي ا ا ها هي عاوتاني عندي هنايا ا جي جي ا جي جي ها هي عندي هنا مفهوم. دونك عندي النقص في واحد تريبلي رقم 508 اللي عند الشخص السليم ما كايناش عندي، كايناش عند الشخص المصاب اللي هي ا ا ا. شنو كنسميو هادي؟ كنسميوها اون ميوتاسيون اللي هي حذف. ميوتاسيون هي طفره، طفره من شمن نوع؟ طفره باغ ديليسيون، ميوتاسيون باغ ديليسيون ديال التريبلي اللي كاين عندي في بوزيسيون 508 اللي كاين عندي في الموقع 508. دونك حذف ديال هاد الثلاثيه النكليوتيدية ديال ا ا ا ما كاينينش عندي هنا مفهوم.
دونك هنا عطاونا هذا ديال لو بغان ترونسكري. دونك اش غنمشي ندير؟ غنمشي اول حاجه ندير لاغين ميساجي. الوغ فاش غنمشي ندير لاغين ميساجي هذا عند الشخص سليم، دونك عطاونا تي تي ا. دونك لاغين ميساجي ببساطه غنمشي ندير ا ا يو ا يو سي. دونك قدام تي كندير ا، قدام ا كندير يو، قدام تي كنعاود ندير ا، قدام ا كندير يو، قدام جي كندير سي، وقدام سي كندير جي. دونك نفس الشيء كندير بالنسبه للسيكونس ديال الاسيد اميني المتتاليه ديال الاحماض الامينيه. تنجي نقلب على هاد ا ا يو، كنقلب عليها في هذاك الطابلو اللي عطاونا. الوغ ا ا يو هي ا ا يو، ها هي دونك تعطيني هاد الاسيد اميني، هاد الحمض اميني. وكندير نفس الشيء بالنسبه للاخرين، نفس الشيء بالنسبه ل ا يو سي تعطيني ليزولوسين، هذه كتعطيني الجليسين، الفالين، السيرين. دونك بحال بحال هذا بالنسبه للسوجيسيون. بالنسبه للشخص اللي مصاب بالمرض نفس الشيء كندير. دونك تي تي ا، تي اش جي، تي اش جي، سي سي ا، سي ا ا، ا جي جي. دونك كنبقى نعاود نفس الشيء. دونك قلنا ندير نفس الشيء، غير هاد غنحيد هاد ا ا، بالتالي غتحيد هاد يو 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 هنا. دونك نفس الشيء، وبالتالي غيتحيد لي هاد الحمض الاميني المقابل لهاد الثلاثي اللي كاينه في بوزيسيون 508. دونك نفس الشيء بالنسبه ليكسبليكاسيون، راه قلنا ميوتاسيون باغ ديليسيون دي تريبلينيك لوتيديك ا ا ا نيميرو 508. دونك كاين عندي طفره نتيجه على الحذف ديال هذيك الثلاثيه الموجوده في الموقع 508 اللي كاين عندي. دونك قلنا دوك الثلاثيه ديال النوكليوتيدات اللي هما تروازا، كتكون عندي سانتيز ديال بروتين سي اف تي ار انورمال، وبالتالي غتعطيني ظهور ديال هذيك المرض اللي هو الميكوفيزيدوس. الوغ من بعد عطاونا واحد المعطيات وحده اخرين باش ندوزو للاسئله الاخرين. المعطيات اللي عطاونا كاننا لو دوكيمون 4 بريزونت لاربر جينيالوجيك دون فامي توشي باغ لاميكوفيزيدوز. قالنا بلوتي هاد الوثيقه 4 تبين واحد الشجره ديال واحد العائله اللي بعض الافراد ديالها مصابين بهاد المرض اللي كنقراو فيه واللي قلنا هو لاميكوفيزيدوز. الوغ قالنا السؤال الثالث en vous basant sur le document 4 باعتمادك على المعطيات ديال هذه الوثيقه 4 اللي عندنا فيها شجره العائله، قلنا montrer que l'allèle responsable de la maladie est récessif et porté par un autosome c'est-à-dire un chromosome non sexuel. قلنا باعتمادك بين لينا باعتمادك على المعطيات ديال الوثيقه 4 وضح انه الحليل المسؤول على هذا المرض هذا اللي هو لاميكوفيزيدوس هو حليل اللي متنحي ريسيسيف ومحمول على الصبغيات لا جنسيه ولا صبغيات غير جنسيه. الوغ دونك كما مبين عندنا هنا في هذه الوثيقه 4 قالوا لنا بين لنا بلي هذا الحليل المسؤول على هذا المرض فهو غير حليل اللي متنحي وحليل غير محمول على الصبغيات الجنسيه. دونك هو حليل محمول على الصبغيات الغير جنسيه، مفهوم لي زوتوزوم. هذوك 44 كروموزوم اللي عندنا الاخرين من غير اكس وايكغيك، محمول على جميع على واحد من هذوك الصبغيات الاخرين وما محمول على اكس وايكغيك. الوغ الا شفنا هنا شجره العائله، دونك هادو اللي بالنوار هادو اللي بكحل هادو سو سون دي بيرسون اتان باغ هاد لا مالادي، هادو اشخاص اللي مالاد، اشخاص اللي مصابين بالمرض، مفهوم. دونك اول حاجه غنبينو بلي الحليل متنحي، بلي هاد لاليل ريسبونسابل على هاد لا مالادي هادي هو سي ان لاليل ريسيسيف متنحي. الوغ هنا شوف معايا هاد الجينيراسيون الاولى، واحد جوج ثلاثة، شوف معايا هاد الجينيراسيون الاولى فيها واحد ربعة وواحد خمسة، الابوين واحد ربعة وواحد خمسة، واش مصابين بالمرض ولا غير مصابين بالمرض؟ غير مصابين بالمرض لانهم بيضين، ها هما فام نورمال ام نورمال. دونك هادو سليمين، اشخاص اللي سليمين دون نيسونس ا دو تخوا لي مالاد. دونك لي بارون سان دون نيسونس ا دي زونفون مالاد، الاباء سليمين ولكن عطاو لينا ابناء اللي مصابين بالمرض. عطاو لينا واحد الابن اللي هو جوج ثلاثة، هذا جوج ثلاثة مصاب بالمرض. هذا دونك بينا بلي لاليل ريسيسيف. الوغ نبينو بلي لاليل ني با بورتي باغ دي كروموزوم سيكسويل اكس و ايكغيك. نبداو بايكغيك، نبينو بلي راه المرض غير محمول على الصبغيات على الصبغي الجنسي ايكغيك. علاش؟ لانه عندي دي فام اللي مصابين وعندي رجال اللي مصابين. دونك عندي واحد المرأة مصابة وعندي راجل مصاب، دونك المرض غير محمول على صبغي جنسي اكس، ياك غير محمول على صبغي جنسي ايكغيك لان حتى العيالات مرض. نبينو دابا بلي راهم غير مصابين على غير محمول على صبغي جنسي اكس. الوغ شوف فيا مزيان، هنا عندك
عندك هنا أبوين سالمين، جوج واحد وجوج جوج، وعندي هاد البنت اللي عندي ثلاثة ثلاثة، هاد البنت ثلاثة ثلاثة مصابة بالمرض. الوغ إذا كان المرض محمول على الصبغة الجنسي إكس، إذا كان المرض محمول على الصبغة الجنسي إكس، البنت كتجيب إكس من عند أمها وإكس من عند باها، دونك نورمالمون بما أنه الصبغة الجنسي، بما أنه المرض محمول على إكس، إذا راه حتى باها خصو يكون مصاب بالمرض، لأنه الراجل كيكون عنده غير إكس وحدة، دونك خصو يكون حتى الأب مصاب، لأن بما جابت إكس من عند أمها وإكس من عند باها، دونك حتى باها خصو يكون مصاب، حتى باها خصو يكون مصاب، ولكن بما أنها باها ما مصابش، إذا فالمرض غير محمول على الصبغ، اللي فرضي إلا حطينا خاطئة، إذا المرض غير محمول على الصبغيات الجنسية إكس، لا إكس ولا إيكغيك، محمول على واحد من هذوك 44 صبغي واحد اخر اللي هما الصبغيات لا جنسيه اللي كنا كنسميهم لي زوتوزوم، اوتوزوم كروموزوم نون سيكسويل. مفهوم؟ انا نعطيكم الجواب باللغه الفرنسيه مضبوط. دونك الاجابه على السؤال 3 ا، دونك قلنا المود دو ترانسميسيون ديال لا مالادي، دونك نبينو في الاول بلي لالير ريسبونسابل ديال لا مالادي ريسيسي، في الحاله اللي مسؤول على المرض فهو متنحي. قلنا لي بارون سان دون نيسونس ا دي زونفون لي اتان، اباء اللي سالمين عطاو لينا واحد الابناء اللي مصابين بالمرض، اذا المرض راه متنحي ماشي سائد، ولا الحليل المسؤول على المرض راه متنحي. حاجه ثانيه نبينو بلي لالير ريسبونسابل ديال المرضي بورتي باغ دي زوتوزوم، نبينو بلي الحليل المسؤول على المرض فهو محمول على على واحد الصبغيات اللي غير جنسيه ولا لا جنسيه. Donc, la première chose, l'allèle responsable de la maladie n'est pas portée par le chromosome sexuel Y. Halil m'sour, غير محمول على الصبغة الجنسية Y. علاش؟ لأنه عندنا des femmes atteintes par la maladie. عندنا واحد العيالات اللي مصابين بالمرض. بينما l'allèle responsable de la maladie n'est pas portée par le chromosome sexuel X. Halil m'sour, على المرض غير محمول على الصبغة الجنسية X. قلنا ديك la fille 3-3 malade descend d'un père sain de 1. Donc, قلنا ديك البنت اللي كاينه في 3 3 هي مصابه بالمرض، ولكن جات من واحد الاب اللي سليم، دونك بما انه الاب سليم اذا الفرضيه ديال انه يكون صبغي جنسي المرض محمول على صبغي جنسي اكس فهي فرضيه اللي خاطئه. داكشي علاش قلنا بلي راه الحليل محمول على الصبغيات الغير جنسيه ولا الصبغيات اللا جنسيه. الوغ سؤال 3 بي، قالوا لنا ديتيرميني لا بروبابيليتي كو لو فوتوس 3 4 سوا اتان دو لا ميكوفيزيدوز. الوغ قالوا لنا حدد لينا الاحتماليه ديال انه هذاك الجنين اللي كاين في البطن ديال الام ديالو اللي هو 3 4 راه داير على شكل معين، دونك هذا كيعني انه هذيك المراه حامله، ولكن مازال ما عرفناش الجنس ديال المرض ديال المولود، ومازال ما عرفناش واش مصاب ولا ما مصابش، تيتزادوا ونعرفوا ديك الساعه. وقالوا لنا جيستيفي فوت ريبونس اون يوتيليزون لي شيكي دو كروازمون، علل الجواب ديالك باستعمال هذاك لي شيكي دو غاميت. دونك غنشوفوا هذاك 3 4 واش غيكون مصاب ولا ما غيكونش مصاب. الوغ 3 4 الابوين ديالو هما جوج واحد وجوج جوج، هذوك جوج واحد وجوج جوج ديجا عطاوني واحد البنت اللي مصابه، دونك بما انهم عطاوني بنت مصابه اذا راه بجوجهم كيدايرين بجوجهم ايتيروزيكوت، دونك بجوجهم مختلفي الاقتران، لا جوج واحد ولا جوج جوج جوج. الوغ غنستعملو الرمز ديال ام كبيره وام صغيره باش نعبرو على الحليلات. ام كبيره غنرمزو بها بالنسبه للحليل المسؤول على انه الانسان يكون سليم، ام كبيره، وام صغيره بالنسبه لانه قلنا الحليل متنحي، دونك هي الحليل هو الرمز ديال الحليل المسؤول على المرض. دونك بالنسبه لواحد جوج واحد وجوج جوج قلنا سليمين، دونك الفينوتيب ديالهم غيكون هو ام كبيره، اذا بجوجهم سليمين. غيكونوا ايتيروزيغوت بالنسبه للجينوتيب ديالهم، دونك يكونوا ام كبيره ام صغيره، ام كبيره ام صغيره، بجوجهم يعطوني 50% ام كبيره 50% ام صغيره، واحد على جوج واحد على جوج. وبالتالي فاش غيتلاقاو ليا لي غاميت كاين احتماليه وحده اللي هي واحد على اربعة انه الشخص يكون مصاب بالمرض، فاش غيكون فاش غيتلاقاو ليا دوك لي دو زالي ريسيسيف، تلاقى ليا ام صغيره مع ام صغيره واللي هي اخر خانه في الجدول في هاد لي شيكي دو غاميت، فاش كتلاقى ليا ام صغيره مع ام صغيره، دونك الاحتماليه ديال انه يكون الشخص ولا هذاك البيبي ولا هذاك الجنين اللي كاين في بطن ديال الام ديالو اللي هو 3 4 يكون مصاب بالمرض، فهي احتماليه واحد على اربعة.
احتمالية لأنه الشخص 3-4 يكون مصاب، هي 1-4. ألو عطاونا واحد المعطى، لا ميكوفيزيدوز سي اون مالادي جينيتيك تري ريبوندو. قالوا هاد المرض هذا اللي كنقراو فيه من الصباح هو واحد المرض الوراثي اللي جد منتشر. Il touche environ une naissance sur 2500 nouveau-nés en Europe. كيقيس لينا تقريبا واحد من كل 2500 زيادة في أوروبا، يعني كل 2500 رضيع كيتزاد كيكون في بينهم واحد اللي مصاب بالمرض. En considérant que cette population obéit à la loi de Hardy ou Weinberg, قلنا غادي نعتبروا بلي هاد الساكنة المدروسة كتبع القانون ديال هاردي وينبرغ اللي هو القانون ديال ليكيليبر، لاروا ديكيليبر. السؤال اللي عطاونا 4A، كالكولي لا فريكونس دو لاليل ريسبونسابل دو لا مالادي اي سيل دو لاليل نورمال دون لا بوبيلاسيون ايتودي. قلنا نحسب لنا التردد ديال الحليل المسؤول على المرض والحليل الطبيعي، حليل الغير مسؤول على المرض يعني حليل السليم، وفي هاد الساكنه المدروسه. راه هما قالوا لنا بانه عندنا شخص واحد من بين 2500 شخص كيكون مصاب بالمرض ياك. الوغ هذاك الشخص اللي كيكون مصاب بالمرض كي كيكون الجينوتيب ديالو، كيكون الجينوتيب ديالو بيتي تام بيتي تام، يعني كيكون هاز جوج مره الحليلات، كيكون هاز جوج مره الحليلات. دونك الفريكونس ديال بيتي تام على بيتي تام الجينوتيب ديالو كيساوي هو 1/2500 اللي كتساوي لنا هي كيو كاري، لانه قلنا عندي الحليل جوج مرات، لانه الشخص باش يكون مصاب خصو يكون هوموزيغوت ريسيسيف، يعني كي خصو يكون هاز جوج ديال البوتي تام، خصو يكون متشابه الاقتران بالنسبه للبوتي تام. دونك باش نحسبو حنا باش نحسبو غير كي شنو خصنا نديرو، خصنا نديرو لا غاسين كاري، نديرو الجذر المربع. دونك الا درنا الجذر المربع ديال هذيك 1/1250 كتعطيني شحال 0.02. هنا حسبنا الفريكونس اليليك ديال لاليل ريسبونسابل على لا مالادي، دونك حسبنا الفريكونس ديال بيتي تام. باش نحسبوا الفريكونس ديال غران تام كنعرفوا بلي هذيك لا لوا د هارتي فانبير كيقول لنا بلي كتساوي بي بلس كي كتساوي لنا واحد. دونك ببساطه غنديروا بي كتساوي هي واحد ناقص كي، دونك اف غران تام كتساوي هي واحد ناقص كي، دونك كيساوي 0.98 هي الفريكونس ديال لاليل سام ولا لاليل نورمال، الحليل الطبيعي اللي غير مسؤول عن المرض. واخر سؤال عندنا اللي هو 4B، قالوا لنا كالكولي لا فريكونس دي انديفيدو بورتور سان دو لا مالادي. قالوا لنا حسب لينا التردد ديال الافراد اللي هازين المرض ولكن ما مراتش، يعني ايتيروزيغوت ديال هاد المرض. حسب لينا التردد ديال الافراد اللي كيكونوا سليمين 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 ولكن هازين المرض، ماشي سليمين ويكونوا هوموزيغوت دومينو، ما يكونوش غران تيم غران تيم، دونك يكونوا بيتي تيم غران تيم بالنسبه للجينوتيب ديالهم بطبيعه الحال. الوغ بالنسبه لا فريكونس ديال لي زيتيروزيغوت لي انديفيدو هيتيروزيغوت بالنسبه لا لوا ديال هاردي وينبرغ، قلنا في لو كا دون مالادي ريسيسيف بالنسبه لواحد لو جين لي دياليليك، فكنا قلنا بلي لا فريكونس ديال لي زيتيروزيغوت كوريسبوند ا 2 بي كيو، قلنا نقدروا نحسبوها ب تو سامبلومون ب 2 بي كيو. وديجا في السؤال اللي سابق حصلنا على بي شحال كتساوي وكي شحال كتساوي. دونك بي كتساوي قلنا هي 0.98 وكي كتساوي هي 0.02، وغنضربوا هاد القيم بجوج غنضربهم في جوج غتخرج لينا 0.039. دونك هادي بالنسبه للفريكونس ديال لي انديفيدو بورتور سان، يعني هما لي انديفيدو هيتيروزيغوت اللي غيكونوا هازين ام كبيره وام، غيكونوا هازين ام كبيره وام صغيره، ولكن هما سليمين ولكن حاملين للمرض، مفهوم؟ وهكا غنكونوا سالينا هاد التمرين هذا اللي عليه 6 ديال النقاط. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.